واسعة. ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. حي بالحزن والدموع السجامي كربلاء، واندب الشهيد الظامي. حي بالحزن والدموع السجامي كربلاء، واندب الشهيد الظامي. حل في ربعها الحلال الحسين، حل في ربعها الحلال، ولكن حل من كل راحة في حرامي. ليش؟ حي بالحزن والدموع السجامي كربلاء، واندب الشهيد الظامي. حل في ربعها الحلال، ولكن حل من كل راحة في حرامي، حيث لاذت به عقيلة فهر بأسا عنه ضاق فصل الكلام، ورأته رأت الحسين، ورأته بين القنا والمواضي، يعني الرماح والسيوف، ورأته بين القنا والمواضي، أرأيت الهلال بين الغمام، أرأيت الهلال بين الغمام، فدعت ابن أم إن كنت حيا دمت حيا وللحقيقة حامي. إيش قالت؟ فدعت ابن أم إن كنت حيا دمت حيا وللحقيقة حامي، فاشحذ السيف للدفاع وسكن، انقذنا يعني، فاشحذ السيف للدفاع وسكن، روع غادي النساء والأيتام، روع غادي النساء والأيتام، فاشحذ السيف للدفاع وسكن، روع غاد النساء والأيتام. سوى الحسين، فتراه طورا يقوم وطورا، فتراه طورا يقوم وطورا، يقعد الضعف فيه دون القيام، فتراه طورا يقوم وطورا، يقعد الضعف فيه دون القيام. اعفني اعفني فقد ضقت ذرعا، لا تسلني عما جرى في الختام، لا تسلني لا تسلني عما جرى في الختام. ليش يا شيخ؟ أتراني أتم حادثة السبط، لعلي أموت قبل التمام، أتراني أتم حادثة السبط، لعلي أموت قبل التمام. لون من هوان الدنيا على الله يبري بشباه شمر كريم الإمام. بعد من هوان الدنيا على الله يغدو صدره موطئا لخيل الطغام. بعد من هوان الدنيا على الله يعلو رأسه الرمح سائرا للشام للشئام. بعد من هوان الدنيا يا على الله تسبى، والله تسبى زينب الطهر للعلوج الليام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تلخيص
وتذكير بما مر في الليالي الماضية الثلاث. بحثنا السنة المحرم بحث زيارة المعصومين عموما والحسين خصوصا، آثار، تجليات، مقاصد، غير ذلك في الواقع. المحطة الأولى اللي أكملناها تعريف الزيارة لغة واصطلاحا، وإلقاء نظرة على الزيارات الواردة عن المعصومين في المعصومين، وبيناها من خلال أقسام ستة في الواقع، وانتهينا من كل ذلك. ثم انتقلنا إلى محطة ثانية مهمة، وهي ما نستفيده من تعريف الزيارة، واللي استفادناه حال التولي لله ولأوليائه وتبري من أعدائه، وانتهينا من ذلك. ثم انتقلنا إلى محطة ثالثة في البحث، وهي محطة دوافع الزيارة، الدوافع اللي تدفع شيعة آل البيت لزيارة المعصومين عليهم السلام. بينا حتى الآن كم دافع؟ خمس جزاكم الله خيرا. قلنا أكو دافع عقائدي يدفعنا لزيارة المعصومين، أكو دافع عاطفي يدفعنا لزيارة المعصومين، أكو دافع معرفي، أكو دافع تربوي، وأكو دافع تعبوي، هذا بعدنا إحنا به، وأكو دافع معنوي، لو الليلة نوصل له بكرة. حتى محطة دوافع الزيارة أخلص منها، والدور نفكر بمحطة جديدة للبحث، بحث الزيارة إن شاء الله تعالى. زين، إحنا الآن في الدافع التعبوي، وبين أول شيء قلنا شنو معنى تعبوي، بينا أهميته في الواقع، وهذا أخذني إلى أبحاث جانبية بس كلش مهمة وجهة نظري. يعني الأبحاث الجانبية اللي أخذنا إلها من أهمها أنه الدافع التعبوي اللي يخلي الشيعة بحالة استنفار وحالة استعداد لكل طارئ من خلال تجمعاتهم السنوية المرتبطة بزيارات أئمتهم عليهم السلام، وهذه التجمعات تعكس للعالم من خلال تسليط الإعلام عليها، تعكس للعالم ظلامة الأئمة وكذا. قلت هذا بحد ذاته يشكل عنصر من عناصر القوة بالنسبة للشيعة، وهذا عناصر القوة قلت لا بأس أبين فد خمس عناصر هنا لقوة مذهب آل البيت عليهم السلام، أبين خمس عناصر. فبينت العنصر الأول اللي هو من عناصر قوة الشيعة، وقلت هو العنصر البرهاني عبرت عنه وبينت شنو معناه. ثم انتقلت إلى عنصر ثاني وهو العنصر التشريعي، وأخذ مني كلام كثير، يعني دخلنا في جوانب مهمة، وانتهينا من ذلك. البارحة وصلنا إلى العنصر الدفاعي، جزاكم الله خيرا، شو دول الشباب شو حافظين معلومات، وصلنا إلى العنصر الدفاعي وبعدني في بدايته وانتهى الوقت ولم أكمل الكلام فيه، وهو العنصر الثالث من عناصر قوة الشيعة. بعد لعنصرين أمر علينا بسرعة حتى أرجع تكملة كلامي إن شاء الله تعالى، وهو بقية الدوافع اللي تدفع الشيعة، ما تبقى وهو الدافع المعنوي بس. الأحبة وياي، هذا تقريبا تلخيص لكل ما مر في الواقع. العنصر الدفاعي شنو؟ العنصر الدفاعي هذا من عناصر قوة الشيعة. يعني شنو عنصر دفاعي؟ قلت البارحة بخدمة الأحبة، العنصر الدفاعي من خلال أصحاب آل البيت ربوهم آل البيت عليهم السلام، وبذلوا أئمتنا عليهم السلام كل شيء من أجل هذا الأمر، صدق أو لا تصدق، بذلوا كل شيء من أجل هذا الأمر وبقاء هذا الأمر، يا أمر بناء جماعة صالحة وبناء أيضا فقهاء علماء، ذولا يجمعون تراث المعصومين من جهة هذا دورهم، ويدافعون عن الحق باعتبارهم أهل اختصاص فعندهم قدرة ومكنة للدفاع عن الحق وبيان قوة الحق وليثبت الحق وبيان زيف الباطل ومشاكله وثغراته وإلى آخره، فيخلون المؤمنين ثابتين على الحق تفتولي. فهم يقومون بدورين ذول العلماء، واحد يجمعون تراث أهل الحق من جهة، اثنين يدافعون عن الحق ويضربون الباطل من جهة أخرى عبر التأريخ، فيخلون أهل الحق
ثابتين على حقهم مهما تقدم الزمن. هسه هذا الكلام على مستوى الأئمة كانوا ظاهرين كما هو الحال في زمن الصادق والكاظم والرضا، يو الأئمة بحالة غياب كما هو الحال في زمننا الحاضر، وإمام زماننا شنو؟ غائب. كلش التفتولي، كلش التفتولي، كلش التفتولي. شي مثال واجي شلون يجمعون، يعني هاي من اقول ذولا اللي ربوهم الائمه من اصحاب وعلماء، واقول ذولا لهم من اهم ادوارهم دورين: جمع تراث اهل الحق والدفاع. تتصورون ذن الدورين سهلات؟ من اقول جمع 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 الحكاية، جمع تراث اهل الحق، تتصورون الحكايه سهله؟ جمع. الان راح ابين شنو يعني جمع بخدمه الاحب، الان ابين، بس صبركم علي وتحملكم إلي. بس قبل لا أبين أريد أقول هنا شيء. يجي واحد الإمامنا الهادي عليه السلام، يا إمام علي الهادي، يعني الإمام العاشر، صحيح؟ إمام العاشر. زين، يجي يقول له: يا ابن رسول الله، عمن أخذ ديني إذا ما ألتقي؟ طبعا قبل الإمام الهادي، خلي أرجع شوية خطوة للخلف. يجي واحد الإمامنا الرضا، خلي أرجع قبل الجواد، يعني الهادي الجواد الرضا، مو هالشكل، أوصل للرضا يعني أرجع بالزمن إلى الخلف. يجي واحد الإمامنا الرضا عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، أنا مو دائما ألتقيك، مو دائما ألتقيك، وبعض الأحيان أريد أخذ معالم ديني، معالم ديني أريد أخذها، وأنا مو دائما ألتقيك. التمرات الحاكم محاصرك، مرات ما تقدر تطلع، مرات مسافر، مرات أنا خو مو دائما ألقاك، شنو أسوي؟ فمن أريد أخذ معالم ديني أنا شنو أسوي؟ وين أنطوج؟ الإمام عليه السلام قال له: من ما تلقاني أخذ معالم دينك من يونس ابن عبد الرحمن. منين تأخذ؟ من يونس ابن عبد الرحمن، خذ معالم دينك منه. وإذا أخذت معالم دينك من يونس يعني أخذت منين؟ مني. من هو يونس بن عبد الرحمن؟ عالم، أحسنت، عالم أهل البيت ربوه، فقيه، عالم أهل البيت ربوه، قال له للشيعة رجعوا له. احنا مرات ظروفنا ما يسمح نستقبلكم يو نلتقي بيكم يو، مثل وجود يونس بن عبد الرحمن هو يسد الخلة هالجانب، هذا هو يسد الفراغ. ارجع ليونس، اقصد يا فراغ، مو اهل البيت تاركين فراغ، لا لا، اقصد اهل البيت بعض الاحيان الامام مشغول، يو الامام محاصر، يو الامام مضيق عليه، يو الامام ممنوع اللقاء بالمؤمنين. صار يو ما صار؟ صار صار، هذا مر بتاريخ اهل البيت، مر أنه ممنوع يلتقي بأحد، حصار، إقامة جبرية، مسجون مثل موسى بن جعفر، يو العسكري، يو الهادي هم من سجن كم مرة، مسجون. زين، هذا الشيعي من يجي وإمامه مسجون يتركوه هالشكل؟ ربوا له علماء، قالوا له ارجع لهم رتب أمورك وياهم. هذا عنصر من عناصر قوة الشيعة، هذا عنصر من عناصر قوة الشيعة. زين، هسه هاي في زمن الإمام الرضا ويونس بن عبد الرحمن، رحمة الله على يونس بن عبد الرحمن. ما أدري، أنا الليلة يعجبني أهدي ثواب مجلسي إلى روح يونس بن عبد الرحمن رحمة الله عليه، هذا الفقيه العالم الجليل اللي راح أبين فضله بعد قليل إن شاء الله تعالى، اللي يمثل فخر بتاريخنا الشيعي، هو وأمثاله ومن على شاكلته في الواقع. زين، إمامنا الهادي عليه السلام هم إجا واحد، إمامنا منه؟ الهادي. تدرون هادي عسكري من أكثر الأئمة اللي انفرض عليهم حصار وتضييق، من أكثر أئمتنا اللي انفرض عليهم الحصار والتضييق، تضييق الخناق عليهم، هم الإمام الهادي والإمام العسكري.
وهذا واحد التقى بإمامنا الهادي عليه السلام، قال له ابن رسول الله اللقاء بي كلش صعب بسامرة، أصلا هو المجيء السامرة بحد ذاته يشكل خطورة. زين أنا شلون يعني أنا عمن أخذ ديني؟ عندي مسألة شرعية شنو أسوي؟ شبهة صار عندي، إشكال صار عندي، وين أروح؟ الإمام قال له العمري ثقتي. منو؟ العمري ثقتي. ارجع للعمري في بغداد، شنو عندك؟ روح ثقتي، اللي يقول العمري أنا أقوله، هو ماخذ مني. العمري ثقتي، هذا عنصر دفاعي من خلال دورين، الدور الأول جمع تراث أهل الحق، الدور الثاني الدفاع عن أهل الحق، دور إحقاق الحق وإزهاق الباطل اللي يقوم به هؤلاء الفقهاء أصحاب أهل البيت اللي هم ربوهم حتى يحافظون على الشيعة من خلالهم. تعالوا وياي للإمام الحسن العسكري، فصار عندنا الإمام الرضا وصار عندنا الإمام الهادي والآن الإمام العسكري. هم إجا واحد للإمام العسكري عليه السلام، هم سأل نفس السؤال، قال يا ابن رسول الله أنتم مضيق عليكم شو نسوي؟ قال العمري وابنه ثقتان. الإمام عليه السلام، العمري وابنه ثقتان، أخذ منهم. ها؟ أخذ منهم يعني عثمان ومحمد. ولهذا دول بعض اللي عندهم مشكلة مع القضية المهدوية ويردون يدلسون على الناس، يردون يدلسون على الناس، شو يقولوا لهم؟ يقولوا لهم مش بدرينا احنا القال عثمان والقال محمد والقال الحسين والقال علي، يعني خاصين الأربعة النواب، مش بدرينا أنه كلامهم هم نواب خاصين للمهدي صحيح، وهذا كان يخرج على أيديهم فعلا خارج من الإمام المهدي من الناحية المقدسة، هم ادعوا ذلك، هم خمو من أئمتنا المعصومين حتى نصدقهم كل شيء يقولون، مش مدرينا كلامهم صحيح، مش مدرينا ذولا ثقات. جواب، لأن الإمام الهادي قبل هاي مرحلة الغيبة الصغرى، الإمام الهادي والإمام العسكري قالوا عن هذين أنهم شنو؟ ثقات. الإمام الهادي هالشكل، الإمام الهادي بحياته كان يرجع الشيعة إلهم، الإمام العسكري بحياته كان يرجع الشيعة لوالد وما ولد، يقول ذولا ثقات نأخذ منهم. فإحنا لما الهادي بحياته وثقهم، ولما الإمام العسكري بحياته وثقهم، والهادي والعسكري بحياتهم قالوا أخذوا منهم ثقوا بيهم. هذا يكفينا لو ما يكفينا؟ هذا يكفينا، هذا يكفينا. بعدين أكو قضية أخرى هم أضيفها هنا بسرعة، وين كان هذا مو بحثي الآن، بس مرات تجي أمور بعد شو تسوي، خاف شبه الشباب يسمعوها بعضهم، خاف يصير عنده مشكلة شيء حتى أكو جواب عنده. بعدين أكو قضية أخرى هم مثبت حقهم ذول الأربعة. شنو قضية أخرى؟ أو يعني حوادث صارت كثيرة، يعني مثلا هسه منها 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 أنه النائب الخاص الرابع اللي هو علي قال يعني خرج على يديه كتاب من الإمام المهدي أنه أنت بعد لك كذا يوم تموت، وإذا متت باب النيابة الخاصة شنو؟ انقطع. بعد كذا يوم كما ورد في الكتاب اللي نزل قبل وفاته وحدد يوم وفاته، علي شنو؟ مات. ومن أخبره بذلك؟ يعني هو لو ما يأخذ من الإمام عليه السلام إش مدري هو بعد كذا يوم راح شنو؟ راح يموت، ومات بنفس اليوم اللي الكتاب صدر بيوم موته وهو بعد ما ميت. من أخبره؟ لولا الإمام من أخبره بذلك؟ إش مدري هو بعد كذا يوم يموت؟ وعندنا شواهد أخرى وإلى آخره، وشغل كثير أكو عندنا بهذا الجانب. ولهذا بعض شبابنا من يسمع له شبهة منا شبهة منا شبهة مناك، لا يخاف، حقنا قوي لا تخاف، حقنا قوي لا تخاف، أي شبهة تسمعها إلها جواب. ولعلم الأحبة ماكو شبهة جديدة الآن، أنا متابع ترى، يعني بصدق متابع، مو أحكي مبالغات، على شنو أبالغ؟ بصدق متابع، أعرف ذول أهل الشبهات وأعرفهم واحد واحد ومتابع شي يقولون، ما شفت شي جديد، ما شفت شي جديد.
كل اللي طرحوه مأخوذ من السابقين وعلماءنا طالما أجابوا عليه بعض قبل مئات السنين علماءنا أجابوا عليه عيدوا نفسه ماشي يعني يحتاج وعي معرفة علم ثقافة مطالعة سؤال هذا نحتاجه بس مو أكثر من ذلك زين تعبوا الأحبة وأكمل أكمل زين احنا بالدور بالعنصر الدفاعي قلت من خلال اللي ربوهم الأئمة عليهم السلام وقاموا بأهم دورين إضافة إلى أدوار أخرى دور جمع تراث المعصومين من جهة ودور الدفاع عن آل البيت من يعني الدفاع عن الحق من جهة أخرى دخل هنا أنا شوي أسولف لكم بس شوي افتح لي إذانك الله يجزوك خير افتح لي إذانك شوي لا تتعب مني هاي الليلة راح أقول معلومات مهمة والله يعينني على استحضارها وذكرها كما حضرت لها يعني لأن هاي المعلومات مو سهلة حفظها مو سهل ترتيبها مو سهل تشقيقاتها كثيرة أقسامها كثيرة مو سهلة يعني أنت تحاول من فترة طويلة تحاول تحفظ المعلومات وتكون دقيقة وإلى آخره بس بالنتيجة ذاكرة بشر عادي زين بالنسبة لحفظ التراث خلوني أقولكم شيء حتى أقول لكم هاي الحكاية من نقولها حفظ التراث فشي يعني فشي سهل يعني لا مو سهل كلش مو سهل اللي قام بي ذول الكرام أوضح لك شلون عنوان حفظ التراث وإيصاله بشكل سالم وسليم الشغل عليه صار من خلال مرحلتين أنتوا شيعة راح أحكي تاريخكم الشباب كون يعرفون هذا الكلام الكلام عنا يكون من خلال مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة عصر ظهور الأئمة والمرحلة الثانية مرحلة غيبة إمام زماننا حكي واضح يوم مو واضح مر التراث انجمع بزمن ظهور الأئمة طبعا البعض يعبر حضور الأئمة يظهر التعبير الأصح ظهور لأن الحضور حتى الآن إمام زماننا شنو حاضر إمام زماننا حاضر بس غائب كما نعتقد فنخلي في قبال الغيبة الظهور مو الحضور الظهور مرة نتكلم عن زمن ظهور الأئمة مرة نتكلم عن زمن غيبة الأئمة هناك صار أكو شغل على حفظ التراث إهنانهم صار أكو الشغل على شنو؟ على حفظ التراث خلي أتكلم بالبداية عن مرحلة الظهور أحسنتم جزاكم الله خيرا ظهور الأئمة بعدين أجي إلى مرحلة الغيبة على مستوى الصغرى والكبرى بما أستطيع طبعا وإلا الكلام كثير يعني اكتفتولي أما المرحلة الأولى المرحلة الأولى اشتغلوا عليها أئمتنا وأصحابهم من خلال استراتيجيات ثلاثة من خلال شنو؟ استراتيجيات ثلاثة الاستراتيجية الأولى استراتيجية الجمع والرصد استراتيجية شنو؟ ليش جمع ورصد إيه؟ يعني يرصدون الأحاديث وين موجودة في صدور منه هاي المدينة ذيك المدينة هنا هناك يرحون ذيك الأماكن أنت سامع من الإمام الصادق سامع من الرضا سامع من الجواد سامع من الهادي دباوع لي هتشي ويجمعون جمع ورصد استراتيجية أولى اشتغلوا عليها أصحاب الأئمة العلماء الفقهاء اللي ربوهم الأئمة هذه الاستراتيجية الأولى جمع ورصد لكل ما ورد عن المعصومين عليهم السلام هذه الاستراتيجية الأولى نقدر نبينها من خلال دورين احنا قلنا ثلاث استراتيجيات الآن احنا بالأولى من خلال دورين الدور الأول تتبع تراث المعصومين تتبع تراث المعصومين يعني شلون تتبع أجيب لك مثال
نفس يونس بن عبد الرحمن رحمة الله عليه، اللي الليلة أحب أن أهدي له ثواب المجلس هذا، لأن رجل عظيم بمال الكلمة من معنى. هذا كان بزمن إمامنا الرضا عليه السلام يونس، وهو من كبار بل من كبار أصحاب أهل البيت. يونس بن عبد الرحمن توقع يجي للكوفة، يسافر للكوفة. ليش؟ لأن يدري بالكوفة أكو من سمع جعفر الصادق ومحمد الباقر شنو قال، فيجي للكوفة يلتقي باللي عندهم تراث المعصومين، يسألهم شنو عندكم من التراث أريد أكتبه، أريد شنو أكتبه ليضيع. كمل الكوفة، راح القم. طبعا من الناحية الجغرافية الكوفة وقم مسافة شنو بعيدة، الإنصاف بعيدة، خصوصا على مستوى ذاك الوقت ووسائل النقل الصعبة اللي بي، وهاي الصحراء ايش يقطعها. يعني انت الآن تخيل نفسك تطلع الآن من العمارة للكوفة، من العمارة للكوفة وحدك، سيارة ماكو، وحدك بدون سيارة، اعتبر نفسك انت قبل 1000 سنة من العمارة للكوفة بدون سيارة بهالصحراء هذه وهالليل المخيف وقطاع الطرق والحيوانات وزادك وأكلك وشربك منين، يعني صعب صعب الأمر، مو سهل يعني، كل شيء كون تحسب له حساب، مو مثل الآن تركب طيارة ساعة أنت بقم، ما كنت شيء. كمل الكوفة، جمع ما راد بالكوفة، راح القم. كمل القم، راح للمدينة المنورة. كمل المدينة، عايف أهله، عايف شغله، عايف زوجته، عايف أطفاله، عايف عمله، عايف حياته. كل هذا على شنو؟ أكو جماعة هناك قال الباقر قال الصادق. يجي أول شيء ثقات مو ثقات، معروفين ما معروفين، أهل صدق مو أهل صدق، يكتب عنهم ما قاله الباقر وما قاله الصادق. خاف يضيع ما قاله الباقر وما قاله الصادق، خاف يضيع. هذه غيرة وحمية على الحق، ومو غيرة وحمية على الحق، ما أدري، أسأل الإخوة، غيرة وحمية على الحق وأهل الحق، هذه تستحق أن تذكر ويشاد بأهلها في الواقع. تتبع الدور الأول بالاستراتيجية الأولى، تتبع بحيث أروح القم، أروح الكوفة، أروح للمدينة، أروح البغداد، أروح كل منطقة بالدنيا دي هراوي عن أهل البيت وأقعد وياه وأقول له شنو عندك عن أهل البيت، أريد كتبه حتى ما يضيع، أريد جمعة أتبع أقروا تاريخ يونس، شوفوا كلامي صحيح يا مو صحيح، أنتوا أقروا ابحثوا. قرأت رواية عن محمد الباقر، باقر علم الأولين والآخرين، اللي له كلامي جدا مهم مع الشيعة الكرام، حتى تعرفون الصعوبات اللي واجهتنا، الأتعاب اللي بذلت، الجهاد والجهود اللي صارت حتى وصلنا مذهب آل البيت عليهم السلام، حتى تصير فكرة شبابنا عن كل ذلك. قرأت رواية الإمامنا الباقر، ما مضمونها. الإمام عليه السلام يقول اللي حصل له حديث واحد من ثقة عنا يعني عن أهل البيت، يقول إمامنا الباقر خير له من ذهب الدنيا وفضتها. إش قد أكو ذهب وفضة بالدنيا، اللي حصل له حديث واحد من ثقة، هذا الحديث إحنا قايلي خير له من ذهب الدنيا كلها وفضتها. صلوا على محمد وعلي، اللهم صل على محمد. طبعا وصفت رواية أخرى في البحار موجودة هم مضمونها، الإمامنا الصادق الظاهر يقول اللي تعلم له حكم شرعي واحد، اللي تعلم له شنو حكم شرعي واحد، كان خير له مما طلعت عليه الشمس، خير له مما طلعت عليه الشمس. حكم شرعي واحد تتعلمه خير لك مما طلعت عليه الشمس. الإمام يقول لي حصل له حديث عنا واحد خير له من ذهب الدنيا وفضة الدنيا كلها،
لأن ذهب الدنيا وفضة الدنيا ينتهي مفعول، الإنسان يموت ويترك ألهاكم التكاثر حتى تعوفه وتروح. أما هذا الحديث ينفعك حتى بالعالم الآخر، ينفعك بالدنيا وينفعك وين؟ بالآخرة هم ينفعك، مو بس بالدنيا. هاي الثقافة اللي أهل البيت بثوها، اللي أهل البيت بثوها، خلوا مثل يونس بن عبد الرحمن يسافر من بلد إلى بلد حتى يحصل له يتبع له رواية واحدة، يو روايتين يو ثلاثة يو أربعة وهكذا. استراتيجية الأولى تتبع من خلال دورين، الدور الأول تتبع، الدور الثاني الاستراتيجية عنوناها الجمع، مو هالشكل عنوناها شنو؟ أحسنتم جزاكم الله خيرا والرصد. من خلال دورين، الدور الأول تتبع، الدور الثاني التأليف. شنو؟ تأليف. مثل نفس يونس بن عبد الرحمن، أنا ليش قلت لي هذا المجلس؟ من نفتر بالبلدان والتقى بالرواة، هو يعرفهم ثقاتهم من غير ثقاتهم إلى آخره، وأخذ منهم باوعلي، ألف كتابا. يونس ألف كتابا جمع فيه ما وصله من تراث آل البيت. هسه هذا الكتاب تقول لي شلون عرف هاي الحصلة من الرواة كلها صحيح؟ يجوز هذا الراوي يزود ينقص، راح يجي، راح يجي بالاستراتيجية الثالثة، راح يبين شنو سوى حتى يغرب الكتابة. لأن يعني أنا قلت استراتيجية واحدة أو ثلاثة، ثلاثة، لا تستعجل علي، لا تستعجل علي. راح يجي من بعد ما ألف الكتاب وجمع الروايات يونس من بعد السفرات الكثيرة والتقى بالرواة، بالاستراتيجية الثالثة راح أبين شنو سوى تجاه اللي جمعه شنو سوى. بس هسه ما أريد أستبق، لأنه إذا قلت خو بعد الحكي يصير ما مرتب، أنا كل شيء بمكان. مولانا كتابه هذا اللي كتبه وجمع به ما قاله الأئمة لما افتر بالبلدان، وردت عندنا رواية عرض على الإمام الجواد، كتاب يونس عرض على الإمام الجواد. لما تصفح كتاب يونس بن عبد الرحمن الإمام ورقة ورقة تصفحها الجواد، قال رحم الله يونس، رحم الله يونس، رحم الله يونس الإمام ثلاث مرات. ثم عرض كتابه على الإمام الهادي من بعد الجواد، تصفحه الإمام الهادي، قال هذه أحاديث آبائي وأجدادي. ثم عرض الكتاب على العسكري من بعد الهادي، تصفحه الإمام العسكري فقال اللهم اكتب ليونس بكل حرف كتبه نورا يوم القيامة. هذا يستحق نهدي لمجلسنا الليلة لو ما يستحق؟ أقول لك هسه أقول لك هاي بالاستراتيجية الثالثة، أقول لك أو بالدور الثاني لجمع التراث بزمن الغيبة. هسه أقول لك وليش قلت الكلام الليلة مهم، يبين تاريخكم كشيعة وتراثنا كشيعة شلون انجمع، شنو الجهود اللي بذلت، شنو الأتعاب. أبين مصير مثل هذا الكتاب، وين صار رواياته، وين صارت، راح أبين الآن خدمتكم. طبعا مو بس هذا يدل على التأليف، الدور الثاني بالاستراتيجية الأولى مثلا قول إمامنا الصادق عليه السلام اكتبوا، كان يقول أصحاب تأليف، الدور الثاني التأليف، الأول تتبع، ثاني التأليف، الاستراتيجية الأولى الجمع والرصد، لا تعبون من خلال دوري تأليف. جعفر الصادق كان يصيح اكتبوا فإنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا. هذا بالوقت اللي حكموا بعد النبي، طبعا قبل هاي الفترة اللي حكموا بعد النبي منعوا الكتابة، منعوها، حتى حديث النبي منعوه، وكانوا يحرقوا حديث النبي إلى زمن عمر بن عبد العزيز شال المنع، خليفة المرواني المعروف. يعني توقع وين وفاة النبي وين عمر بن عبد العزيز، قد مسافة زمنية كله كان ممنوع الكتابة. أئمتنا قبل الصادق وبزمن الصادق وبعد الصادق كانوا يقولون اكتبوا
ولهذا أول من ألف في السيرة أبو رافع من أتباع أهل البيت، إحنا أول من كتبنا اكتبوا، كان الإمام يقول. طبعا من أتكلم عن التأليف الدور الثاني، التأليف ببركة هذا التأليف اللي صار انجمع عدنا كما أحصى الحر العامل صاحب موسوعة وسائل الشيعة اللي هي من أهم الموسوعات الفقهية عندنا، وسائل الشيعة. والحر العاملي من أعظم علماء الشيعة، من أكابر علماء الشيعة، من العلماء، من علماء العيار الثقيل، يعني اللي لما نمر على الشيعة ما يصير ما نذكرهم. شلون المفيد اللي يمر على تاريخ الشيعة ما يقدر يعبر الشيخ المفيد، ما ممكن، ما ممكن، ولا يعبر المرتضى. الحر العاملي هالشكل من هاي الأسماء الضخمة بتاريخ الشيعة. في موسوعة وسائل الشيعة قال هو حسب إحصائيته، حسب إحصائيته للكتب اللي ألفت بزمن ظهور الأئمة 6600 كتاب. شوفوا الأئمة شقد شجعوا على التأليف. طبعا بذاك الوقت 6600 كتاب بالنسبة لغيرنا، وأقصد بغيرنا يعني غير أتباع آل البيت، معشار هذا الرقم معدهم، مع أنه الدولة وياهم، الإمكانيات إلهم، الدنيا وياهم، إحنا كلها ضدنا، كلها ضدنا إحنا. الحر العامل الكتب اللي أحصاها اللي ألفت بزمن ظهور الأئمة 6600 كتاب أصحاب الأئمة ألفوا، إضافة إلى ما يعبر عنه بالأصول 400، وكل أصل لعالم من علماء أصحاب أهل البيت، أصول 400. هسه تقول لي مصير ما كتبه يونس، هنا أنا جواب الأخ، وهاي الأصول والموجود بهذه الكتب وين راح؟ انجمع على شكل موسوعات بالمرحلة الثانية في زمن الغيبة الصغرى من قبل ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي. وانجمع بكتب الشيخ الصدوق وموسوعات الشيخ الصدوق رحمه الله والطوسي وهكذا. بصائر الدرجات للصفار، والصفار من أصحاب الحسن العسكري، محاسن البرقي، هاي كتب كلها قديمة أصحابها عاصرة والغيبة الصغرى وبعضهم قبل الصغرى، وصلتهم هاي الأصول فجمعوها بموسوعات ضخمة ووزعوها على أبواب هاي الموسوعات. يعني روايات الصلاة جمعوها بكتاب الصلاة، روايات الزكاة خلوها بكتاب الزكاة، روايات الصيام خلوها بكتاب الصيام، روايات الحج خلوها بكتاب الحج، روايات التوحيد كعقيدة بالتوحيد، العقل، العلم، الإيمان، وزعوها. لا تتصوروا إن ضاعت. ولهذا مثل الكليني كتب التاريخ تقول، تقول الكليني جمع الكافي بعشرين سنة من عمره، 20 سنة أنطى من عمره حتى يجمع الكافي. والكليني عاصر الغيبة الصغرى، الكليني ما عاش الغيبة الكبرى. الكليني توفاه الله في السنة اللي انتهت بها الغيبة الصغرى، 329 كانت وفاة الكليني، وكانت وفاة النائب الرابع لإمام زماننا عليه السلام، وكانت وفاة سنة وفاة مجموعة كبيرة من رموزنا، هاي السنة اللي سميت بسنة تناثر النجوم وسميت بسنة كذا وكذا وإلى آخره. الإخوة تعبوا، عافوني.
ما عافوني. الخلاصة الشغل صار في البداية على استراتيجية أولى، وهي استراتيجية الجمع والرصد من خلال دورين، دور التتبع ودور التأليف. التأليف بحيث كتاب يونس كان يعرض على الجواد ويعرض على الهادي ويعرض على العسكري والأئمة يمدحوه ثلاثتهم. كتب موجودة يعني. وقلت لكم الحر العامل يقول 6600 كتاب انكتب، هذا رقم مهول، رقم مهول. هاي إحصائية الحر في الوسائل، رقم مهول. يعني أصحاب أهل البيت اشتغلوا، تعبوا، جاهدوا، قاتلوا، واصلوا الليل بالنهار حتى يحفظوننا الحق. ولهذا هاي الأتعاب شبابنا يكون تصير عندهم فكرة عنها حتى يتحملون مسؤولية تجاه مذهبهم وتجاه حقهم، مثل ما أولئك الكرام تحملوا المسؤولية على أحسن وجه في الواقع. احنا قلنا حفظ التراث استراتيجية واحدة، لو عدة استراتيجيات ثلاثة، قلنا ثلاثة. هسه أكملنا الكلام في الاستراتيجية الأولى، أنتقل إلى الاستراتيجية الثانية، والساعة بعد قام تركض علي في الواقع. الاستراتيجية الثانية، الاستراتيجية الثانية اللي اشتغلوا عليها أصحاب أهل البيت، استراتيجية النشر والإعلام. شنو؟ من خلال خطتين. الاستراتيجية الأولى من خلال دورين، الاستراتيجية الثانية من خلال خطتين. الخطة تعدد جنسيات الرواة، أكرر، تعدد جنسيات الرواة. يعني جابر الجعفي كوفة، فلان الفلاني بصرة، علي ابن مهزيار أهوازي، الفضل ابن شاذان نيشابوري، نيسابوري ثنين صح، نيشابور نيسابور ثنين يقولوهن يعني، لأنه تدرون سابقا اللغة يعني الكتابة ما كانت منقطة، فيقال نيشابور ويقال نيسابور، الفضل ابن شاذان نيشابوري وهكذا. هذا من نيشابور، هذا من الكوفة، ذاك من البصرة، هذا من الأهواز، ذاك من كذا مكان، هذا من المدينة، ذاك من ما أعرف كذا، هذا من. تعدد جنسيات الرواة بحيث من السهولة السيطرة عليهم وإنهائهم، مو من السهولة، من الصعوبة. كل واحد بمدينة، كل واحد ببلد، كل واحد ببقعة جغرافية، هذا يشتغل هنا، ذاك يشتغل هناك، هذا يشتغل هنا. فالظلمة كل ما يردون يقضولهم على مكان يشوفون أكو أربع أماكن قاعد تحكي، يرحون ذيك الأماكن يشوفون هنا هم أكو شغل، يرحون ذاك المكان. هالشكل أمتنا اشتغلوا، وزعوهم بحيث ما يمكن القضاء عليهم بأي حال من الأحوال. كل ما يردون يسيطرون على جهة تطلع لهم خمس جهات أكو بيها رواة أهل البيت ينقلون كلامهم عليهم السلام. ولهذا هاي تعدد القوميات والجنسيات بالنسبة إن أتباع أهل البيت هذا لا يصير دي حساسية من عندنا تجاهه، هذا قديم من زمن أمتنا، لا يصير حساسية هذا هتشي وذاك كذا وهذا ما أدري شنو. ذا زمن أمتنا عليهم السلام تشوف هذا جايهم من هذا البلد وذاك جايهم من هذاك البلد وهذا جايهم من هذا البلد وهذا جايهم من هاي المدينة وذاك جايهم من تلك المدينة، والكل يتعلم منهم والكل يستفيد منهم والكل يدعو لهم. في الواقع إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا عامل إثراء مو عنصرية. البعض ينظر لهذا الأمر بعنصرية، غلط، هذا عامل إثراء، قوة، بقاء، استمرار، انتشار. هذا مو عامل ننظر له بعنصرية وننظر له بكذا، مو صحيح، هذا مو صحيح. إذن الاستراتيجية الثانية من خلال خطتها الأولى تعدد شنو؟ جنسيات الرواة. اثنين،
تعدد مراكز الحديث. تعدد شنو؟ مراكز الحديث. يعني شو أنت تعدد؟ الكوفة مركز من مراكز الحديث. الكوفة، كوفة، هاي كوفتنا المفخرة، هاي كوفتنا العظيمة، هاي كوفتنا اللي وين أكو تشيع بالدنيا يرجع الفضل إليه. هاي كوفتنا اللي يعجز اللسان عن وصفها، كوفتنا اللي وقفت مع آل محمد أكثر من 1000 سنة، واللي نخلت ولاية أهل البيت ما تشتل إلا بهالأرض هاي الطيبة الطاهرة الزكية، هاي الكوفة الطيبة مركز من مراكز الحديث الأساسية الكوفة. الكوفة تجيها ذاك الوشاء يقول دخلت بمسجدها يوم شفت 900 شيخ يحدث تلامذته، 900 شيخ، أنا قايل بشهادة الإمام الصادق 900 شيخ، يعني 900 حلقة درسية. ما أدري الأحبة إذا يرحون بالنجف وقت الدرس موسم الدرس، خصوصا مساجدها القديمة للنجف داخل الولاية، يشوفون ما يدخلون بالمساجد صباحا يشوفون حلقات درسية، كل مسجد بي 30-40-50 حلقة درسية، قاعد أستاذ شيخ يوسيد والطلبة داير ما دايرة يلقي عليهم الدرس، يناقشوا يناظروا إلى آخره، سئلوه. هاي الطريقة الجميلة اللي تشتم بيها عبق التاريخ ورائحة التاريخ وإلى آخره. تشوف هذا الشيخ عنده 20 تلميذ، ذيك الحلقة 50، هاي الحلقة 100، هاي الحلقة 200، هاي الحلقة 300. هذا يقول دخلت بمسجد الكوفة يوم واحد لقيت 900 شيخ، 900 شيخ يعني 900 حلقة درسية. يقول افتريت على 900، كل واحد منهم يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق، حدثني جعفر ابن محمد، حدث 900 حلقة درسية حدثني جعفر ابن محمد. شوفوا هذا مركز حديث كوفة كله حدثني جعفر ابن محمد. تروح القم هم مركز حديث قم، مركز حديث قم، الشيخ الصدوق رحمه الله وغير الشيخ الصدوق وكبار علمائنا، ابن قولويه صاحب الكتاب الجبت البارحة، ابن قولويه القمي أستاذ الشيخ المفيد قمي. قم مركز حديث، الكوفة مركز حديث، المدينة المنورة مركز حديث، بقية الحواضر العلمية مراكز حديث. وين ما تروح تلقى اسم الباقر موجود، اسم الصادق موجود، اسم الرضا موجود، اسم الجواد موجود، اسم علي بن الحسين موجود. تعدد مراكز الحديث. يعني مثلا بغداد فترة من الزمن صارت مركز من مراكز الحديث. منو كان شايل رايتنا ببغداد احنا الشيعة؟ ابن أبي عمير. ابن أبي عمير وحده ألف 94 كتاب، وهو من كبار بل من كبار أصحاب الأئمة، ومن كبار بل من كبار علمائنا. ابن أبي عمير هذا كان شايل راية الحق ببغداد، ودفع ثمن ذلك بقصة مفصلة الآن مو وقت، دفع ثمن ذلك بس أدى ما عليه رحمة الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم المهم ما بدلوا تبديلا، بقوا ثابتين على الحق رحمة الله عليه. وطبعا بقت بغداد مركز للعلم وللحديث وللحضارة. يعني أنت بزمن الشيخ المفيد زعامة الحوزة وين كانت؟ بغداد. زمن الشيخ حتى قبل زمن النواب الأربعة الخاصين الغيبة الصغرى، حتى الشيخ الكليني في بغداد كان، صاحب الكافي كان في بغداد، وقبر الآن في بغداد قريب النواب الأربعة، نواب الأربعة في بغداد، الشيخ المفيد في بغداد، سيد المرتضى في بغداد، مجموعة كبيرة من عمر الطوسي في بغداد. صارت الفتنة الطائفية، حرقوا مكتبة الشيخ المفيد، انتقل للنجف، فانتقلت الحوزة إلى النجف لليوم، وإلا الحوزة كانت بغدادية لم تكن نجفية، زعامة الحوزة الشيعية كانت بغدادية. فترة من الزمن صارت حلية وبقت نجفية إلى اليوم، زعامة الشيعة في العالم النجف الأشرف، صانها الله وحفظها الله وأعزها الله بمحمد وآله الطاهرين، وحفظها من كل سوء إن شاء الله تعالى.
هاي استراتيجية ثانية اشتغلوا عليها أصحاب الأئمة، نشروا إعلام من خلال خطتين بيّنتهم خدمتكم. استراتيجية ثالثة، ضوجتكم يا ولا؟ أريدكم تعرفون تراثكم وتاريخكم والجهود والأتعاب اللي بذلت من أجل وصول الحق لكم. هذا ما إجا من فراغ، إجا بجهود وأتعاب. وإحنا بالعنصر الدفاعي، أنا شنو جابني على هذا الكلام؟ العنصر الدفاعي اللي يمثلوه علماء الشيعة بزمن الأئمة، يعني بزمن ظهور الأئمة وبزمن غيبة الأئمة، هذا اللي جابني على الموضوع. حتى هاي الجهود تحفظ. الاستراتيجية الثالثة، استراتيجية تنقية التراث وغربلة التراث من بعد جمعه كما في الاستراتيجية الأولى. الاستراتيجية الثالثة استراتيجية شنو؟ تنقيح والغربلة. تقول لي شلون؟ من خلال أمور ثلاثة. فصار عندنا بالاستراتيجية الأولى دورين، وصار عندنا بالاستراتيجية الثانية خطتين، وصار عندنا بالاستراتيجية الثالثة أمور ثلاثة. بفضل الله تعالى ذاكرة أسعفتني وما نسيت شيء، هذا بفضل الله تعالى وبلطفه وببركة ذول الأفذاذ اللي قاعد نتكلم عنهم وأتعابهم وجهودهم. الاستراتيجية الثالثة تنقية التراث من خلال أمور ثلاثة. واحد، أئمتنا لعنوا الوضاعين اللي يكذبون عليهم، لعنوهم جهارا نهارا. لعن الله أبا الخطاب يكذب علي وعلى أبوي، الإمام الصادق يقول لعن الله أبا الخطاب. زين الإمام من يقول أمام شيعته لعن الله أبا الخطاب، الشيعة بعد يأخذون منه؟ جاوبني. لعن الله المغيرة ابن كذا ابن سعيد أو كذا، هذا هم كان يكذب على أهل البيت لعنوه. أمتنا كانوا واضحين بهاي الأمور، اللي يكذب عليهم يزود ينقص يتعمد يغالي غير ذلك رأسا يلعنوه قدام الشيعة حتى يسقط، بعد ما حد يأخذ منه. هذا أمر أول. أمر آخر ثاني، الأمر الثاني عرض ما وصل إلى أصحاب أهل البيت من تراث على أهل البيت. ما أدري واضح الكلام؟ مثل منو؟ نفس يونس بن عبد الرحمن. من نفتر بالمدن اللي ذكرتها بخدمتكم وجمع من الرواة، تدرون ايش سوى؟ اجى للإمام الرضا قال له يا ابن رسول الله، صار لمدة من الزمن أجمع تراث آبائك وأجدادك، وهذا الكتاب اللي جمعته من أفواه الرواة أعرض عليك. الإمام قال لك كن أقرأ كله، قال لك أقرأ يا ابن رسول الله. فقرأه الإمام كله، قسم من الروايات الإمام قال له هذا لا حديث آبائي ولا حديث أجدادي حتى فحدثه، والقسم الآخر قال له هذا حديثنا وحديث آبائي وأجدادي، اثبت عليه ثبت عليه. ولهذا لما عرض الكتاب على الجواد والهادي والعسكري فيما بعد، ثلاثتهم قالوا هاي شنو؟ أحاديثنا وأحاديث آبائنا وأجدادنا. ليش؟ لأن منو الغربلة ونقى؟ الإمام الرضا عليه السلام. فعرض ما وصل إليه على علي بن موسى الرضا، قال له أنا علي جمعت، أنت عليك تغربل وتنقي. الإمام الرضا بعض الروايات قال له هاي مو صحيحة، والبعض الآخر قال له هاي صحيحة، حذفها يونس بن عبد الرحمن المو صحيحة وأبقى الصحيحة، وبقي كتابه يتناقل بين الشيعة وأئمتنا كلهم يمدحوه. بعدين هو هذا الكتاب وغيره تفرق بالكافي وغير الكافي. هالشكل. فالأمر الثاني اللي اشتغلوا عليه هو عرض التراث على المعصومين عليهم السلام، ويا أهل البيت قولوا رأيكم به. هذا أمر مهم ومو مهم؟ مهم طبعا. هذا عندي شواهد عليه بعد كثيرة،
ولكن وقتي شارف على الانتهاء، بل مو شارف، أخذت من حصة النعي كثيرا، بقالي 5 دقائق للنعي مع الأسف، وإحنا بأيام محرم أقل شيء 10 دقائق النعي يكون يصير أقل شيء، ولكن هو البحث الليلة شوية بيدسومة زايدة، فأخذني الواهس يعني وسولفنا ولم أكمل الكلام. بكرة نكمل ما تبقى من كلام إن شاء الله تعالى، والآن نروح إلى المصيبة. صلوا على محمد وآل محمد. أكو وقت؟ وأنا ما أريد أتجاوز الساعة، حتى ذا الإخوة بالأنوار أعطوني وقت بعد، بس تجاوز الساعة خاف يسبب ملل للإخوة يضوجها. خلاصة بكرة نكمل يعني تكملة الأمر الثاني، أنه الكتب تعرض على أهل البيت وأهل البيت ينقوها، أجيب شواهد غير يونس بعد. والدور أكو أمر ثالث بالاستراتيجية الثالثة اللي اشتغلوا عليها أصحاب الأئمة والأئمة، أكو أمر ثالث بعد ما بينت أصلا، هذا أتركه إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. العائلة هالأيام بالكوفة مو صحيح؟ بالكوفة هالأيام، عائلة الحسين هالأيام بالكوفة، وصارت بالكوفة حوادث كثيرة مؤلمة هاي الأيام، وايد يعني مو حادثة واحدة، عدة حوادث نقدر نسولف بها 4 أيام 5 أيام، حوادث كثيرة صارت. واحدة من هذه الحوادث أنه عائلة الحسين وقفوها بالسوق فالساعة 2 أو 3 بسوق الكوفة، وقفوها عائلة الحسين، وعائلة الحسين كانوا ياها نساء الأنصار، ونساء الأنصار كل واحدة من عشيرة أحسنتم، فالعشائر يدرون بناتهم، يعرفون بناتهم يعني هاي زوجة فلان من آل فلان، دي زوجة كذا من آل فلان وهكذا، فالعشائر يعني ما عجبها الوضع أن تقف نساءها بسوق الكوفة والناس تتفرج عليها. طبعا ما عندهم غيرة حقيقية، لو عندهم غيرة حقيقية شاخذتهم على آل رسول الله، بس ما عندهم غيرة، المهم يدعون عندهم غيرة على نسوانهم. المهم فإجوا الابن مرجانة قالوا له قتلتم الرجال سلمونا النساء، أصحاب الحسين قتلتوهم، نسوانهم تفترون بيهن ليش؟ نريد نسوان لأن بناتنا ما نقبل، عشائرنا ما تقبل نساءنا تفترون بيهن توقفوهن بالأسواق الناس تتفرج عليهن، ما نرضى. ابن مرجانة قال لهم انتظروني، استشار جماعته، قال له لسه احنا شو نسوي بنسوان الانصار؟ ايش عندنا من نسوان الانصار؟ تريد تسبي بنات رسول الله تسابيهن، ما حد طالب بيهن، طوهم نسوانه، الكوفه وضعها مخربط، الكوفه تريد تنفجر، الكوفه بركان امتص غضبهم، انطيهم نسوانهم، شو نسوي بنسوانهم احنا؟ سلمهم نسوانهم. فدز على العشائر قال لهم كل واحد عنده امراه ضعن الحسين خلي ياخذ. جت العشائر بالسوق، توقع يعني بالسوق، وكل عشيرة داعت بنسائها في الواقع، وكل مرأة من عشيرة، كل امرأة من عشيرهم طلعت. الإمام زين العابدين يقول أنا أطرقت برأسي، ترى منظر مؤلم يعني، وحقيقة مؤلم، والله العظيم مؤلم، منظر مؤلم يعني، يقول أطرقت برأسي خجلا من عمتي زينب وبنات رسول الله، يقول أطرقت برأسي، يقول بعدين حانت مني التفات العمت زينب، شفتها تنظر يمينا وشمالا، ليش بيت عمه؟ قالت عمه ايش صاير بهن ولا لفون، احنا وين هن يا بما لفون وبين الاجانب ضيعون، يدرون بين راح اخونا من خوالات جن يسمعون، يا اهل الحميه ما تجون من يد الاعاد تخلصون. بعد ايش قالت زينب؟ كل من عشيره تلفون، كل من عشيره تلفون، ومن بياناتنا طبوا وخذوه، والله كل من عشيرة لفوغة، ومن بياناتنا طبا وخذوغة، بس ظلت المذبوح أخوها، يا من بياناتنا طبا وخذوغة،
بس ظلت المذبوح أخوها. واسف عليك يا أبو عبد الله. زينب يا أهلها تلاحقوها، زينب يا أهلها تلاحقوها. هذا موقف. أكو موقف ثاني، طببوهن بالخرابة العلويات، طببوهن بالخرابة. زينب خلت وحدة على باب الخرابة، لا تدخل علينا امرأة. دقت الباب، من الطارق؟ امرأة تريد تعزي بنات رسول الله. منو انتي؟ قالت لها قولي زينب إلي يد عليكم بني هاشم، أنا إلي موقف وياكم، كون تستقبلوني. منو انتي؟ قالت لها قولي زينب طوع التي آوت مسلم بن عقيل على الباب. زينب قالت خل تدخل هذه، وقفت ويانا. خوش موقف هاي المرة، دخلت طوعة. لما نظرت للنساء قام تبكي، وضعهن مؤلم، قام تبكي عليه. بعدين وقع بصرها على طفلة، قالت لها سيدتي زينب هاي الطفلة أشبه الناس بمسلم الذي آويت. قالت لها هاي بنت حميدة بنت مسلم هاي. إيش قالت لها؟ طاعة يا عم احكي لي حالة، طاعة طاعة يا عم احكي لي حالة، عم احكي لي حالة من طاح يا هدد النالة، غسلوا عني القاع شالة. بعد ايش قالت؟ طاعة يا عم احكي لي ايش صار من داره وعلى مسلم الكفر، ظل يلتفت يمين ويسار ويسار، انا ما عندي ابوي كل سكتي، ولا عندي اخوي نشف دمعتي. اخوانها راحوا بالصحراء وانقتلوا، ابوها انقتل. لا اله الا الله. انا ما عندي ضر غيرك يا عمتي، انا من مصايبك قمت اخفي وانتي، يا عم وين انا وين انتي، يا بنتي فرد مصباح شم مصاب شفتي. اخر شيء اقوله بخدمتكم، هي نفسها هذه حميدة الله يرحم الشيخ الحياوي صاحب عدة الخطيب، يقول لما رجع الظعن إلى كربلاء زينب شافت لها طفلة بعيدة عن البنيات تبكي وحد، والمكان القاعدة بي ما بي قبر حتى تقعد يمه تبكي مثل بقية النساء. تقول زينب جتها شافتها حميدة بنت مسلم، قالت لها بنيتي ليش قاعدة وحدك هنا؟ قالت لها شفت البنيات تفرقن يم قبور آبائهن وإخوانهن وكذا، أنا قبر أبوي بعيد عني، قعدت أبكي عيني على الكوه. زينب قالت لها قبر أبوك موجود، جابتها يم قبر الحسين، قالت لها عين مناطرة وعين الخواتك وعين الثانية تباري بناتك، أنا تعبني لدرب خويا وحياتك وراسك عم عيون مدللاتك. عجل فرج مولانا يا الله، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر امورنا، اكفنا شر الاشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار، بمحمد واله الاطهار يا الله. مؤسسون تقبل مجلسهم اوصله الى امام زمانهم، اكتبه في صحائف اعمالهم، الى امواتهم امواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نودي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.